كويس عايز تمشي ماشي شايف والله. لا صوت صورة فوقي كله. يا سلام سجلت صوت العين. يا سلام عليك ابو العرجة. هات والله مع الحمار والله. أنا المنطقة بيعانوا من قلة شحن الجوالات، قلة الكهرباء. من بعد ما الاحتلال فصل الكهرباء عن المنطقة وعن مناطق قطاع غزة بشكل عام، حبينا نجيب طاقة نساعد المنطقة بشكل عام وجيراننا. الكل بيعاني من قلة التواصل، فيش الشحن، فيش نسمع أخبار حتى يعني. اضطرينا نجيبها نخفف عن الناس. علم الأبيض. ما فيش كهرباء، اضطرينا نشتري الخلايا هذه عشان نوفر كهرباء، وربنا يهدي بالنا جميعا وتخلص هالحرب على خير. والامور صعبه جدا طبعا. اللي في امور الكهرباء الخلايا هذه اللي كانت ب 100 شيكل صارت ب 200. الاسعار طبعا مش طبيعيه، كلها الضعف، فيش حاجه اقل من الضعف، اذا ما كانتش ضعفين وثلاثه واربعه وخمسه. برجع اخطر، شفت كيف؟ فلازم تكون على 40 امبير. هلا انا السلبة حواليها عشان لازم يطلع صوت. طبعا الشاحن على 40 امبير على 40. خلص هلا بتشحن عاد. عارف لو انه احنا قمنا بشراء هذه اللوحة الشمسية للحصول على الطاقة من خلالها، وهي يعني تكاد تفي بالحد الأدنى من احتياجاتنا في الإضاءة وشحن الجوال لكي نطمئن على أحبائنا وأعزائنا، وكذلك لسماع الأخبار. وهذه كانت يعني ثمنها كان ثمن يعني 300 شيكل، أصبحت الآن شرناها ب 1500 شيكل. 40 عادي أنا على 40.